عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ مربى وتحدي، مربى الفراولة وتحدي مع اي مربى بتشتريها جاهزة من بره. لا، والتحدي بقى في ايه؟ مش المربى بتشتريها بس من بره جاهزة، في الطعم والنظافة. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي بقى حبايبي. هنعمل ايه؟ هنجيب، بس انا طبعا عشان طول الفيديو ما يطولش عليكم، هنجيب كيلو فراولة وهنحط عليه نص كيلو سكر. كل كيلو فراوله عليه نص كيلو سكر. شوفي بقى اللي يريحك، انت عايز تعملي 2 كيلو فراوله هيبقى عليهم ايه؟ كيلو سكر. كل كيلو بنص كيلو سكر. انا ما بحبش ايه، في ناس بتعملها بايه، كل كيلو تحط عليه كيلو الا ربع سكر، اما بحسها بتبقى مسكره او محليه قوي. هي ده مظبوط، هي ان شاء الله يطلع معاكم مظبوط خالص، ان الكيلو فراوله عليه نص كيلو سكر. طيب انا جبت بقى، عشان قلت زي ما قلت لكم الفيديو ما يطولش عليكم، انا جبت كيلو فراوله، هبتدي معاكم بكيلو اهو، كيلو فراوله غسلته كويس قوي وقطعته كويس، وايه وقطعتها حتت كده مناسبه يعني، وايه وبيته في التلاجة وحطيت عليه السكر بتاعه اللي هو النص كيلو ده، كيلو حطيت عليه نص كيلو سكر وبيته في التلاجة من امبارح بالليل. ودلوقتي بصوا اهي، بعد ما باتت معايا من امبارح في التلاجه عادي، بصوا الصوص نزلت، هي الصوص بتاع، اوعي تحطش عليها ميه خالص. انا مجرد ان انا قطعت الفراوله حتت وحطيت عليها سكرها اللي هو النص كيلو على كيلو فراوله النص كيلو، وسبتها في التلاجه. بصي هي نزلت الصوص بتاعها، هي نزلت ميتها دي، يعني احنا ما بنحطش عليها ميه نهائي. دي اول حاجه في الفراوله، في مربط في تكات ايه، مربط اوعي تحطش عليها ميه. انت مجرد ان انت بتعمليها وتحطش عليها السكر بتاعها وبتبيتيها في التلاجه، بتقومي تاني يوم بتلاقي هي نزلت الميه بتاعتها والصوص بتاعها كده، ده الصوص ده كده نازل ايه من هي مش من ميه فيها. ويلا بينا بقى دلوقتي نحطها على النار. ودلوقتي احنا حطيناها هنا كده على النار اهي، هسيبها كده بقى على النار ماشي، هغطيها واسيبها ايه، واسيبها شويه. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم على حاجه، إيه احنا هنفضل مخلينها على النار شويه، بعد حوالي كده 5 دقايق تاخد لها، او بعد ما تاخد لها غلوتين ثلاثه على النار على العين عاليه، بروح موطيه عليها العين بعد كده، واحنا برده اهو مع بعض واحده واحده. استني استني، ودلوقتي اهو هو على النار اهو، هنقلب كده بالراحه. ودلوقتي بقى كل ما الاقي الريم ده، شايفين الريم ده كده، بالراحه كده هشيله اهو، شايفين الريم ده كده، كل ما هيعمل لي الريم ده كل ما انا هشيله كده بالراحه اهو، هقلب هقلب واشيل الريم ده كده اهو، سهله قوي، مش ما فيهاش اي حاجه خالص اهو، هشيل كده هشيل كده اهو، هقلب كده اهو واشيل. كل ما يطلع لي بقى الريم ده كده هشيله. ليه بقى بشيل الريم ده؟ علشان لما تقعد معايا الفراوله ولا انا عامله كميه وكده ما تبص معايا بسرعه، يبقى ايه صلاحيتها معايا اكتر اهي، بس كده اهو. كل بقى ما يطلع معايا كل ما انا هشيله كده بالراحه. ودلوقتي بقى حبايبي هي شغاله على النار، حطها على عين هاديه خالص، موطيه العين بتاعتي وحطها، وزي ما اتفقنا ان هي كل ما هتعمل الريم ده احنا هنطلعه كده بالراحه اهو. دلوقتي بقى بصوا بقى تاني حاجه بقى في التكايه، من تكاياتي ايه هي، هنجيب معلقتين بنجر او معلقه كبيره، هنبشر، هنجيب البنجر وده متوفر دلوقتي موجود الحمد لله، ولو مش موجود هبقى اعرفك ازاي ان انت تحتفظي بيه من السنه للسنه في فيديو تاني ان شاء الله. دلوقتي هنجيب معلقه بنجر، ودي بقى تكايه مهمه قوي قوي قوي، ومن تكاتي في مربط الفراوله، ان انا هجيب نص بنجريه صغيره وهبشرها وهحطها هنا للفراولة. طب دي ايه فايدتها بقى مع الفراولة؟ فايدتها ان هي اول حاجة طبعا كلنا عارفين فايدة البنجر لينا، فايدته كبيرة جدا البنجر دي اول حاجة. تاني حاجة بقى ان هي بتديني لون جميل وطبيعي لمربة الفراولة، يعني انا مش هجيب بقى، مش هعمل زي بره وراح جايبه جل ومش جل والحاجات دي، انا عايزه حاجه بعملها لنفسي صحيه، هبعد بقى عن ان انا اجيب جل واحطه والكلام من ده، لا انا هجيب اللون طبيعي وفي نفس الوقت يبقى مفيد لينا ولاولادنا، اللي هو ايه البنجر. جربوا تكايه البنجر دي وشوفوا لون الفراوله واكيد كمان فايدتها. دلوقتي بصوا ما شاء الله في ثانيه، بصوا في ثانيه اللون عامل ازاي ما شاء الله، ولسه كل ما هتغلي مع الفراوله كل ما هيديك اللون الاحمر الجميل. دي تكايه يا ريت ان احنا ايه ما ننساهاش في ايه، في مربة الفراوله، عشان تطلع معانا ان شاء الله احلى مربة فراوله، احلى من الفيتراك كمان.
ودلوقتي وهي برضو احنا شغالين كده على النار وبتغلي، هعمل ايه بقى تاني؟ اجي تانية تكاية برضو ان انا احط ايه، عصير ليمونة. ليه بقى احط عصير الليمونة ده واقلب وهي بتغلي كده؟ ليه ان انا احط عصير الليمونة ده؟ على اساس ان الليمون هنا بيعمل لي زي المادة الحافظة، المادة الحافظة اللي تحفظ لي بيها الفراولة، مربة الفراولة، وكمان مش بيعمل لي كم مادة حافظة وبس، مادة حافظة طبعا طبيعية، ومش بيعمل لي ان هو مادة حافظة وبس، لا ده كمان ايه بالنسبة لي كده، ان هو بيعقد لي كمان الايه، بيعقد لي المربى بتاعتي، يعني بيخليها ليها ايه، ليها السمكه بتاعتها كده. وطبعا انا بتحكم بعد كده بقى في السمكه بتاعتها، ان انا ايه اسيبها شويه على النار او ان انا استكفى بسواها كده. ويلا مع بعض نستنى بقى نغطيها ونستنى اما ايه تخلص. ودلوقتي اهو شغالين فيها، وكل ما بنلاقي ريم كده بنروحه كده بنطلعه اهو. بس بقى بصوا اقول لكم على حاجه، شايفين اللون بتاع الفراوله وهي بتستوى، وشايفين هي قطع ازاي وجميله. بصوا القطعه دي هتفضل معانا حتى واحنا بناكلها بعد ما تستوى، عشان كده بقول لكم ان شاء الله هتبقى احلى وانضف من بره واطعم كمان. ودلوقتي الفراوله بتاعتي اهي بعد ما خلصت، انا طبعا ايه اتحكمت في درجه السمك اللي انا عايزاه من على النار، انا سبتها لغايه ما تقلت خالص. بصوا يعني مش قايل، بصوا تبقى ايه وسط كده جميله معايا. بصوا حتت ازاي، بصوا حتت ازاي هي بتتاكل، حتة كام زي الفراوله كمان اللي بنجيبها، اللي بيبقى معظمها جيلي فراوله، مش فراوله، مش مربت فراوله خالصه طبعا. ودلوقتي اهو في الطبق كمان اهي حطيتها، بصوا في الطبق، بصوا الحتت بتاعتها شايفين اهي، وهنا كمان اهي الحتت باينه قوي اهي بتاعتها. اتمنى ان انتوا تجربوها، وبالاخص ان الفراوله دلوقتي رخيصه وهتقدروا تعملوا منها كميه وتقعد معاكم رمضان، تبقى جميله قوي في السحور. وبالف هنا يا رب، ولو عجبكم الفيديو يا رب تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يلا السلام عليكم.